أهلا وسهلا فيكم بمطبخ هنوتي. اليوم رح نحضر مع بعض دجاج على الغاز من دون فرن بطريقة كتير لذيذة وسهلة كتير إن شاء الله. مكونات: كيلو من ورك الدجاج، حبة كبيرة من البطاطا، ملعقة طعام كبيرة من دبس البندورة، ملعقتين طعام كبار من اللبن. البهارات عم بستعمل هون نصف ملعقة صغيرة من الهال، الزنجبيل، البابريكا والأوريغانو. عندي هون كاري، فلفل أسود، بودرة الثوم وبودرة البصل، وملح حسب الرغبة، بالإضافة لثلاث معالق من زيت الزيتون. أول خطوة رح أعملها رح بلش خلط البهارات كلياتها مع بعض. هلا بعد ما خلط البهارات حضيف اللبن ودبس البندورة. هلا هيك بعد ما تبلتهم كتير منيح غلفتهم بالستريتش، هلا رح احطهم بالبراد تقريبا مدة ساعة، ممكن تنقعون اكتر، وطبعا اذا حابين فيكم تستعملوهم مباشرة من دون نقع يعني ما في مشكلة، بس انا هلا رح احطهم تقريبا مدة ساعة بالبراد لبين ما احضر يعني البطاطا والفلافلة. هلا بعد مرور ساعة من الوقت بطنجرة، هالمرة رح اعملها على الغاز مشان للاشخاص يلي ما عندهم فرن او ما متوفر الكهرباء. حطيت فيها ورق من الزبادي، جعلك تغسلتها شوي بالماي وحطيتها. هلا حاطة الدجاج، حطوا طبقة الجلد من تحت أحسن. هلا حضيف البطاطا فوقها. حط الفلافل كمان. هلا كمان بورق الفرن كمان جعلك تحطيت له شوية مي، حغطيهم شوي. هلا حغطيهم، حطهم على نار خفيفة، بياخدوا من أول جهة 30 دقيقة، بعد منها رح اقلبهم وارجع كمان احطهم 30 دقيقة.
بطنجرة على الغاز، هضيف ملعقة من السمنة. هلا رح نحضر مع بعض الرز بالخضرة. انا عندي هون ما يعادل 200 غرام من البازيلا والجزر والبطاطا، هلا حضيفهم هون فوق الطنجرة، احمسهم شوي بعد منها حضيف الرز. انا هون كمان محضرة على جنب مرقة دجاج. هاي النتيجة النهائية للدجاج، ما شاء الله مستوي ومحمر من الجهتين، البطاطا دايبة دوبان. شوفوا ما شاء الله اللون وريحته غير شكل، ما شاء الله. شوفوا ما شاء الله قديش مستوية البطاطا والدجاج، ما شاء الله طيب دوبة. نكهته كتير لذيذة. بتمنى اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تشتركوا بقناتي والضغط على اللايك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل شي جديد فضلا وليس امرا.